تحية طيبة طلبة أعزاء، مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية من مادة السوسيولوجيا القروية بالمغرب، غير أني سأطلب منكم هذه المرة أن تحضروا دفاتركم وأقلامكم لتدوين هذه المحاضرات كي نتمكن من إيصالها لكم بنفس المنهجية البيداغوجية التي اعتمدناها في الدرس الجامعي المدرج، بحيث أنني كنت وضعت رهن إشارتكم هذا الكتاب الذي ألفته سنة 2015 بعنوان السوسيولوجيا القروية بالمغرب مقاربات وقضايا، ووضعت رهن إشارتكم كذلك هذه الدروس عبر بوابة الكلية. إذا تتمة لما قلت في الحصة السابقة عند جاك بيرك، سأتطرق في هذه الحصة لتحليل بنيات المجتمع القروي، ما هي البنيات التي تسير المجتمع القروي وما هي وظائفها حسب مواقف جاك بيرك. يرى جاك بيرك بأن معالجة هذه البنيات الاجتماعية التي تسير المجتمع القروي سواء كانت العائلة أو القبيلة أو الجماعة تقتضي القطع مع الأحكام الجاهزة، وكذلك تقتضي نقدا علميا لمواقف الباحثين السابقين في هذا المجال. بداية تطرق جاك بيرك لتحديد هذه البنيات من المستوى الأدنى المستوى العائلة، ليتطرق فيما بعد ذلك إلى المستوى الأعلى كالقبيلة والاتحاد القبلي لشمال إفريقيا بصفة عامة. فالعائلة يعتبرها مركزا للعلاقات القرابية، فهي من خلال الزواج اللي هو مؤسسة اجتماعية اعتبره كذلك معاهدة والتزام عاطفي وأخلاقي مهني تساهم فيه المرأة والرجل لتشكيل العائلة. فتركيزه على مسألة أو بنية العائلة أراد من خلاله دراسة وفهم أنماط عيش السكان القرويين، سواء ما تعلق بأنماط سكنهم أو أنماط تغذيتهم أو أشكال تقسيم العمل أو أنماط الحياة سواء الزراعة أو الرعي أو ما إلى ذلك من الحياة اليومية، لفهم حيثيات هذا المجتمع لابد من الانطلاق من هذه البنية الأساسية المركزية التي هي العائلة. سيتطرق كذلك جاك بيرك إلى تحليل وظائف الأسرة في المجتمع القبلي، وهنا يستعمل المنهج الوظيفي كذلك، ينتقل من المنهج البنيوي إلى المنهج الوظيفي، عبر حديثه عن أن هذه العائلة القروية داخل القبيلة تؤدي عدة وظائف، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو ثقافي. فهي أولا فضاء للتواصل والحوار بين أفراد العائلة حول أمور حياتهم اليومية، كما أنها بنية لتوزيع الحقوق والواجبات سواء الميراث أو تقسيم العمل كما أشرنا، كما أنها تؤدي وظائف اجتماعية على اعتبار وثقافية على اعتبار أنها تؤدي ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية والدينية للأفراد، بما في ذلك تلقينهم المبادئ الأولية للتعامل وحسن الجوار والاحترام واحترام الواجبات والعقود التي والأعراف التي يؤسس لها المجتمع القروي. لها كذلك وظائف اقتصادية، وهنا سيركز جاك بيرك على الجانب الاقتصادي على اعتبار أنها ليست فقط مؤسسة أو بنية اجتماعية، بل هي مؤسسة للعمل والإنتاج، بمعنى أن هذه البنية يساهم فيها الرجال والنساء والأطفال بإنتاج قوتهم اليومي وأداء واجباتهم المهنية في الزراعة والرعي وتربية الماشية يوميا بشكل يومي. مثلا يقدم نموذج على اعتبار النساء، ما هي وظيفة النساء في العائلة القروية القبلية، فهن يساهمن منذ البداية منذ تأسيس العائلة عبر الزواج بالرأس مال هذه المؤسسة الاجتماعية عبر ما حصلت عليه من صدق وما حصلت عليه من هدايا أثناء العرس وما سمى بالجهاز، بحيث أن هذا الجهاز قد يكون نقود، قد يكون
هدايا عينية كملابس وكأتات منزلي، وقد يكون مواشي، وقد يكون أرض زراعية أو حقوق ما مثلا المجتمع القروي. هذا ما يتعلق بالمساهمة في رأس مال العائلة. كما أنها تساهم في الإنتاج داخل هذه البنية وداخل هذه المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية عبر قوة عملها اليومي، وهو ما سماه جاك بيرك بتيزلا، المنطقة الأمازيغية، يعني الاشتغال أو العمل اليومي كالجري وكأداء المهام اليومية كالطبخ والكنس والتصبيغ والغسل، وحتى المهام خارج المنزل كالمساهمة في الإنتاج الفلاحي أو الإنتاج الرعوي أو كجلب الأعلاف وحل الماشية وما إلى ذلك. وبهذا يرى جاك بيرك بأن هذه العائلة داخل المجتمع القروي بمثابة مجتمع الإنتاج المتساوي، بمعنى يساهم فيه كل أفراد العائلة، الرجال والنساء والأطفال، وفق تقسيم دقيق للعمل في الإنتاج اليومي كالزراعة والرعي والتربية الماشية. هنا كذلك سينتقل من جاك بيرك من العائلة إلى البنية أكبر منها، هي والعظم أو إغص. فالعظم في المجتمع القبلي القروي يتأسس ويتشكل عبر تجمع عدة عائلات قد تكون من نفس الجد المشترك، وبالتالي تربط بينها روابط دموية، ولكن قد تضاف إليها وقد تندمج فيها عائلات أخرى هاجرت إلى القبيلة أو إلى القرية أو لجأت إليها عبر التاريخ بحكم النزاعات القبلية التي عرفت المجالات القبلية المغربية، وبحكم الهروب من الثأر وما إلى ذلك. كما أن هذا العدد قد تغادره عائلات أخرى لنفس السبب، بمعنى أن كل قرية أو كل قبيلة تتشكل من عدة عظام قد تكون عددها 4 أو 5 أو 6 أو أكثر، تشارك عائلته في نفس المجرى المائي مثلا، أو تستغل نفس القطاع الزراعي داخل القرية، أو تربط بينها علاقة قرابة أو علاقة جوار أو علاقة احترام متبادل من نفس عائلة نفسها. هذا العظم يساهم في تشكيل مؤسسة أخرى أو بنية اجتماعية أعلى، هو الجماعة، جماعات القبيلة، بحيث أن ممثلين عن جميع العظام المشكلة للقبيلة يعينون ممثلا لهم في بنيات الجماعة التي يترأسها أحد هذه الأعيان أو أحد الممثلين الذي يسمى أمغار. وبنية الأمغار أو مؤسسة الأمغار يتم التداول فيها بشكل سنوي، حيث ينتقل هذا الأمغار من عظم إلى عظم بالتداول والتكامل كما سنرى. ووظيفة هذه البنية هي كذلك وظائف اجتماعية وإدارية، بحكم أنها تقوم بتدبير مياه السقي وتدبير المراعي وتقسيم الميراث بين أفراد العائلة، وأداء مثلا شرط فقهاء المساجد، واستصلاح ما يمكن استصلاحه مثلا في الأراضي السكنية أو العائلية. بمعنى أن هذه البنية كما قال جاك بيرك تعتمد نظاما اجتماعيا لمراقبة الموارد ووسائل الإنتاج بما في ذلك الإنسان والدواب. فجماعات تراقب الأعمال الفلاحية، تراقب نظام السقي، وتراقب كذلك وسائل الإنتاج أي قوة العمل الجماعية عبر ما يسمى جاك بيرك بمؤسسة تيويزي. تيويزي هي عمل جماعي مشترك الذي يقدمه عدد من سواء بين الرجال والنساء لإنجاز أعمال فلاحية كالسقي أو الحرث أو الحصاد أو جميع المحاصيل. هذا نظام الإنتاج كذلك وسائل الإنتاج تضم حتى الدواب داخل المجتمع القروي القبلي، بحيث أن الدواب بما فيها الحمير والبغال يتم تدبيرها بشكل جماعي سواء أثناء الحرث أو أثناء الدرس، بحيث أن الدرس يتم بالدواب بجميع أفراد العظم أو القرية. وبالتالي فهو نظام تعاقدي أولا، وثانيا نظام قانوني محكم، ثالثا أنه نظام يعتمد على مراقبة هذه الموارد لتحكم فيها بشكل جيد ومعقل. ينتقل جاك بيرك إلى مستوى أعلى وهو مستوى القبيلة، حيث طرح في إحدى مقالاته التي نشرها
بعنوان كيس كون تريبي نور افريكان، ما القبيلة في شمال افريقيا، التي نشرها سنة 1954، يعني سنة قبل نشر اطروحة الدكتوراه بناء الاجتماعية بالاطلس الكبير، حيث يرى أن القبيلة هي تجمع إنساني أسس وفق عقد اجتماعي. من هنا يرجع إلى مسألة التعاقد مرة أخرى، وهذا العقد الاجتماعي لما تأثر فيه بمفهوم جون جاك روسو وحول العقد الاجتماعي، هذا العقد يضم علاقات إلزامية بين المجموعات الاجتماعية التي تشكل القبيلة أو العظم، ولهذا سماه بمجتمع التجميع. كما قلنا بالنسبة للعائلة التي تتشكل عبر الزواج بين شخصين قد تكون بينهما رابطة قرابة وقد لا تكون، نفس الشيء بالنسبة للعرض الذي يتشكل بعائلات بينها قرابة وأخرى ليست بينها قرابة انضمت إليها فيما بعد عبر التاريخ، ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للقبيلة التي اعتبرها بمثابة مجتمع تجتمع فيه عدة عظام عدة عائلات، وبالتالي الرابط هنا ليس رابطا لغويا كما قال شوبينر، وليس رابطا دمويا كما قال إدموند دوتي قبله، وليس رابطا ترابيا كما قال روبير مونتان. إذن هناك الرابط الأساسي هو التعاقد، بمعنى أن المجتمع القبلي القروي ليس لم يكن مجتمعا شفاهيا ولا بدائيا، بل كانت لديه عقود ومواثيق أساسية. وبالتالي هنا نعود إلى المقال الأول الذي نشره جاك بيرك في حياته العلمية سنة 1936 حول العقود الرعوية، وبالتالي دراسة فيما بعد لجميع القوانين العرفية سواء بسوس أو بالأطلس أو حتى بمصر حول هذه البنية التعاقدية، بمعنى أن هذه القبيلة تتشكل من عدة مجموعات اجتماعية تندمج فيما بينها بشكل متتابع عبر التاريخ بواسطة تعاقدات اجتماعية. مثلا يعطي نموذج قبيلة سكساوة التي تشكلت عبر عائلات قادمة من مناطق مختلفة، إما مهاجرة أو لاجئة أو هاربة من ثأر قبلي أو في إطار زمن محدد. كما أن هذه القبائل تعتمد نظاما أساسيا للتبادل مع القبائل الأخرى المجاورة أو البعيدة كما سنرى، إما القطن بالسهول والواحات أو بالدير أو عبر الرعي كما سلف الذكر عبر العقود الرعوية والانتجاع من مراعي الجبل إلى مراعي السهول وما إلى ذلك، وكذلك عبر تنظيم وحراسة الأسواق الأسبوعية والموسمية التي كانت مجالات للتبادل بين سكان الجبل وسكان وقبائل الدير وقبائل الواحات وقبائل السهول، حيث كان يتم التبادل فيها بين الحبوب والتمور والمواشي ومنتجات هذه المجالات المختلفة بشكل أسبوعي أو موسمي. كما أن هذه البنية القبلية تسير مواردها الرعوية والزراعية وفق اتفاقيات وتعاقدات متفاوض حولها باستمرار. من خلال مفهوم القبيلة سينتقل جاك بيرك إلى مستوى أعلى يتجاوز مستوى اللف عند روبرت مونتان، حيث قال بأن هذه البنيات الاجتماعية تتشابه كلها وتتراكم فيما بينها في شمال إفريقيا كله من المغرب الأقصى إلى مصر، حيث لاحظ جاك بيرك بأن هذه البنيات الاجتماعية تتميز بتجانسها واستمراريتها عبر مكونات اجتماعية للنسج الاجتماعي في شمال إفريقيا عبر الزمان والمكان وعبر تبادلات وتجارب سابقة تاريخيا. فمثلا دائما قبائل سكساوا على اعتبار أنها قبيلة تتواجد بالأطلس الكبير فهي ساهمت في بناء التاريخ الاجتماعي لهذا الكيان الجغرافي والاجتماعي الشاسع عبر مساهمتها في بناء الدولة الموحدية مثلا في ذلك الزمن، والمؤرخين يعرفون جيدا المجاز الجغرافي الشاسع الذي كانت تحكمه الدولة الموحدية. هذه القبائل رغم تواجدها في الأطلس الكبير فقد كانت لها كذلك روابط اجتماعية وتعاقدات مع قبائل أخرى، أعطانا جاك بيرك نموذج قبائل إيدوس ملان بالأطلس الصغير. كما كانت لها كذلك روابط تجارية وروابط فكرية وروابط اجتماعية مع مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب وما عرف منها من التبادل التجاري مع هذه المدينة.
كما كانت لديها كذلك تبادلات تجارية مع القبائل الجزائرية كقبائل الشاوية وقبائل المزاب وقبائل جرجرة أو قبائل الجزائر. إذن هنا ينتقل من الأطلس الكبير بالمغرب إلى حتى وصولا إلى قبائل جرجرة بالجزائر، لأن هذه القبائل كانت تربطها روابط اجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية. تحدث كذلك عن خصوصية هذه البنيات الاجتماعية في شمال أفريقيا على أساس أنها بنيات قبلية تستطيع استيعاب مضامين ثقافية متعددة المصادر وتتمكن من إدماجها في نسقه وهويتها القبلية. وأعطانا كذلك نموذج لعدة قضايا كاللغة والدين مثلا، كيف أدمجت هذه القبائل الأمازيغية في الأطلس الكبير الإسلام وكيف مارسته كما سنرى في الحصة المقبلة. وهنا يتبين لنا أن جاك بيرك ينتقد الباحثين السوسيولوجيين الذين سبقوه مثلا ميشو بيلير وروبير مونتاني، حيث يرى أن ليس هناك تناقض بين ما سماه السابقين بالثنائيات لا بين العرب والأمازيغ، بحيث أن بيرك تحدث عن وجود مصاهرة بين القبائل العربية والقبائل الأمازيغية. تحدث كذلك عن التبادلات التجارية التي كانت تعرفها القبائل الأمازيغية مع القبائل العربية وحتى القبائل الأخرى، كما أن هذه الثنائية لا تتواجد كذلك عند جاك بيرك سواء بين المستقرين والرحال، عندما تحدث عن أنظمة الأسواق والتبادل بين المنتوجات التي ينتجها المستقرين في الواحات والمستقرين في المناطق الجبلية والرحال الذين كانوا يترحلون بمواشيهم بين الجبال الأطلس الكبير والصغير. وليس هناك تناقض كذلك حتى بين المدن والقرى على أساس أنه هناك تبادلات تجارية وتبادلات فكرية كما قال بالنسبة للعلاقات التي كانت تربط سكسوة بين مراكش وبفاس. إذن يتحدث هنا عن وجود وحدة وانسجام جميع مكونات والعناصر الثقافية والفكرية لمجتمع شمال إفريقيا، بحيث أن هذه البنيات تحتفظ كل واحدة منها بخصوصيتها الثقافية واللغوية وتندمج ذلك الاختلاف في إحضار ما سماه بالاستيعاب، تستوعب المبادئ الثقافية وتدمجها في وحدتها، لأن ليس هناك اختلاف بل هناك تعدد في إطار الوحدة. وهنا يمكن أن نتحدث في هذا المجال إذا أردنا استثمار هذه المواقف ديال جاك بيرك حاليا في حل النزاعات التي خلقتها الحماية الفرنسية. وهنا ينتقد سلطات الحماية الأوروبية التي وضعت حدودا مصطنعة وهمية لتقسيم هذا الكيان الجغرافي والاجتماعي والتاريخي الموحد إلى دول منفصلة ومنعزلة على بعضها البعض، كما أن هذه الحماية عملت على تقسيم ووضع الحدود بين هذه المناطق سواء داخل نفس الدولة أو بين الدول الأخرى. وبالتالي فهي كما قال جاك بيرك وضعت حدا لمنطق انفتاح المجال التاريخي والاجتماعي بمنطق انغلاق في البنيات الإدارية التي أسستها فيما بعد. وأتمنى لكم التوفيق وإلى حصة قادمة بحول الله.